السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي لكم عن الرصاص العشوائي. ناس كثير بسمع انه ماتت بالرصاص العشوائي. هذه البارودة بارودة محبة، بس لمثلكم انه اذا كانت بارودة رصاص من شان القوانين، بس قوانين ماشية علينا اكيد مش على كل اللبنانية، فلذلك حملنا هذه البرودة المحبة. اللهم صل على محمد. صار في انتهاجات بالنجاح بالانتخابات، الله سبحانه وتعالى إلى ما يحب ويرضى خير هذه البلاد خير الشعب، ولكن هذا الرصاص قانون الفيزيائي بيقول إذا طلعت رصاصة بسرعة 100 كيلو متر في الساعة تنزل بنفس السرعة تقريبا 100 كيلو متر في الساعة، واللي بتنزل علي بدها تخطر. إذا أعطيت رصاصاي قوة رصاصاي هون يمكن تنزل على الضيعة، إذا صابت حدا بتقطع. وهكذا صار، بس الحمد لله ما مات حدا ولا تآلى حدا. رصاصاي يعني طلعت من مكان ما، اجت على سطح جيراننا هناك، سطح الجيران اجت على اللوحة من الطاقة الشمسية فكسرتها. كان عم خبرني هكذا جارنا، وكانوا الليل عم يلعبوا برا، فقلنا الحمد لله على السلامة. اليوم انا في الدار وجدت هذه الرصاصاي كمان واقع في دارنا. هي رصاصاي طائشية بيسموها. هي رصاصاي. الحمد لله على سلامة الجميع. وتنبيه يا جماعة الأبواس على السماء، ما بتظل رصاصاي بالسماء، بتنزل على الأرض. اعملوا معروف، انتبهوا ما تعود توصل على السماء، يعني خذوا حذركم هذا الامر، وخاصة بالاماكن المسكونة. شكرا لكم، حياكم الله. هذا حضرتك زين بن علي الصيفي من قناة حسين صيفي.